أعتقد إن عدم وجود غاز في صباح بارد زي الصباح ده هو أصدق تعبير عن حياتي لوحدي في الكرفان اليومين دول. مفيش حاجة كده تعبر أكتر من الموقف ده. تصحى الصبح نفسك تاكل أكل دافي بس ما تلاقيش غير مسلي بحليب بارد. حياة الكرفان في مدينة لها عيوب كتير، بس اهم حاجة فيها ان لما الغاز يخلص انت عارف حله ايه، يعني مشوار 5 دقايق هتغير انبوبة البوتاجاز وكل حاجة هتكون في التمام. بس دلوقتي الاهم من كده ان احنا نبدأ في ترتيب الكرفان اللي بقى شكله يقرف ده. اول حاجة نعملها ان احنا نغسل كل حاجة. عندي هدوم ما اتغسلتش بقالها حقيقة 10 ايام يعني، فالموضوع ضروري جدا جدا ونخلص منه بسرعة لانه بياخد وقت كبير. طالما رايحين المغسلة كده كده فرصة كويسة ان احنا نغسل كمان المخدات بتاعتنا اللي بتتشال بشكل بسيط عشان نكون داخلين الشتاء كده على نظافة. بالمناسبة درجة الحرارة 7، يعني انا متلج ولابس 1 2 3 يعني وهكذا في البنطلون ده. دي بقى اول عيوب ان انت تعيش في كرفان جوه مدينة، صوت الشوارع من الساعة 6 الصبح مبطلش وان انت تصحى على منظر قبيح زي ده. بصراحة يعني من غير يعني مجاملات، عشت الكرفان في مدينة مش مشجعة تماما. هتقولي يا عفيفي ايه اللي مخليك تقعد في المدينة لغاية دلوقتي وبطلت سفر وايه الاسباب؟ هقولك خلينا الاول نغسل الهدوم. برد يا شيخ، اقسم بالله برد. لازم، مش عايز اقول لكم، اغسل كل حاجة، كل قطعة. مفيش حل غير ان انا البس قميص خفيف جدا، الحاجة النظيفة الوحيدة اللي عندي، والجاكيت ده فوقه. يا عم لا مؤاخذة، بما اني بقى طولت في المدينة شوية، فالحل الامثل للتنقلات كان عجل المدينة اللي اسمه هنا فريلو، تقدر تنقل بيه بسرعة كل مكان. عملت الاختراع ده عشان اقدر اشيل الغسيل كله وانا سايق، يا رب بس ما يجراليش حاجة ونتدربك انا والعجلة والغسيل على الطريق. الموضوع كله 3 دقايق بالظبط والعجلة. غسلنا هدوم، شكلنا نضف، لسه شعري عايز يترتب. مفروض اطلع دلوقتي على حاجة مهمة جدا ما قلتلكمش عليها قبل كده، وده واحد من الاسباب اللي خلاني اقعد في فرايبورغ لغاية دلوقتي وهقعد فترة اطول كمان. ده بصلاته على النبي كده شكل الكرفان وهو متبهدل. الغسيل دوبك جبته وطلعت شوية حاجات البسها ولازم امشي دلوقتي في اسرع وقت لان الوقت بيجري مني. بس ده دايما بيبقى الدربكة قبل النظافة الخطيرة. عايز اوريكم برضو ان الحياة ديت مش مجرد فتحة شباك بقى على منظر جميل، لا ده بيبقى ليها جوانب تانية انتم متعرفوش عنها اي حاجة، زي الجانب ده كده بالظبط. انا رجعت طالب تاني يا جماعة، قررت اتعلم الماني. عرفكم بقى استاذ علي. وديع. استاذ علي سوري مقيم في فرايبورغ، من اول الناس اللي اتعرفت عليهم وكان اهم الاسباب ان انا قاعد هنا في فرايبورغ الفترة ديت، واستاذي للغة الالمانية طول الفترة اللي جاية قرر يعلمني الماني، هيندم. هندمك. هعلمك مصري ونسيك السوري. هظبطك. الفكره المجنونه دي جات لي منين؟ والله مش عارف،
قررت ان انا اقعد هنا لمدة 3 شهور لغاية الكريسماس عشان اتعلم الماني. هل ده له علاقة ان دومينيك ويونس مجوش لغاية دلوقتي؟ ملوش اي علاقة. الموضوع جي كقرار وكان لازم اخده في الوقت ده لانه هيسهل لي حاجات كتيرة جدا في المستقبل لها علاقة بالسفر واقامتي هنا في المانيا، لان لغاية دلوقتي انا عندي اقامة محدودة جدا لازم اجددها كل سنة لاني متعلمتش الماني لغاية دلوقتي، فكان لازم ان انا اتعلم الماني عشان اقدر اخد اقامة مدتها اطول من كده شويتين ثلاثة، وده هيسهل لي في الاخر ان انا اتنقل في المانيا وفي اوروبا بكل سهولة بعد كده من غير اي مشاكل. حسيت ان الوقت ده وقت مناسب جدا الواحد يتعلم الماني، وخاصة ان انا موجود هنا في فرايبورغ، ودي واحدة من الاسباب التانية اللي خلتني ان انا اخد الخطوة ديت، واللي ممكن اكلمكم عنها بكل تفصيل في واحدة من الفيديوهات اللي جاية. وولفغانغ، هلا، سلم سلم علي. How to say this in Spanish? Pata. 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 عرفكم على وولفغانغ، واحد من الناس اللي رحبت بيا في فرايبورغ من ساعة ما وصلت. برغم حجمه الكبير بس بيبي قوي. بيبي بوزة؟ تحس ان احنا وصلنا حتة من المكسيك مش كده؟ سجاد احمر ومزيكا مكسيكية، جو كبير قوي. هو 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 هلا فيفي، هلا اميغو، هلا كتال، عرفكم ايفان كتال كومو استان. مكسيكي عايش في فرايبورغ for how long؟ 6 years. Ready for tacos؟ Yeah, ready. Yeah. Do you want to see what it is? Yeah. You're a vegetarian, so this is for you. It's broccoli, egg, onion, cheese, some rice, just rice. And this is really good. That's a chocolate sauce. It's called mole. Yeah. And it has like 21 ingredients. 21? Yeah. Like it has banana, almonds, nuts, garlic, onion, chocolate. And? Cinnamon. Wow. Yeah, a bunch of stuff. And let's just try it. See if you like it. I'm excited most of all. تعرفت بقى على إيفان من حوالي أسبوعين. يعني واحد من الناس اللي محسسني إن فرايبورغ is my home. دي بقى أول مرة إيفان يعزمني عنده في البيت على أكل مكسيكي، وصراحة ما قدرتش أقول لأ، نعمل شغل العرب بتاعنا وبتاع. أول ما قال لي قلت له ماشي أنا جاي. مع العيش لوحدي في الكرفان بدأت أفكر إن أنا يبقى عندي كلب حرفيا. يعني خيالك ماشي معاك كده تروح في أي حتة يبقى جنبك يونسك، يحسكش إن أنت لوحدك أبدا، على طول في حب حنان. وولفغانغ يعني بيدي حب وحنان زيادة عن اللزوم كمان. Chocolate sauce. Chocolate sauce مع chili. اختراع. I'm kind of nervous about you eating the mole. I think out of everything. You want to make sure this is how you hold it. Yeah. Okay. Put a little bit inside. Like that. La mantequilla de los dioses. And this is how you eat. القطمة ديت هتحدد مصير ان احنا في يوم من الايام هنبقى متحمسين نروح المكسيك ولا لا. معرفة ايفان لوحده تخلي الواحد يروح المكسيك. يا الهي يا الهي. الجبنة مع البروكلي مع الصوص مع التاكوز وافوكادوز. لا لا لا، احنا ايه اللي معيشنا في المانيا؟ انك تاكل تاكوز في بيت مكسيكي في المانيا بريفليج. هي بريفليج. بس اعتقد ان معرفة ناس زي ايفان وان انا اتعرفت عليهم بسرعة من ساعة وصولي لفرايبورغ كان له عامل كبير جدا، ان انا اول حاجة اقع في حب المدينة ديت، وتاني حاجة ان انا اطلع من الحالة النفسية اللي انا كنت فيها بسبب يعني حاجات كتير وتراكمات نفسية كبيرة كانت عندي الفترة اللي فاتت، فده اللي خلاني اقوم بسرعة. والحلوة في الموضوع ان انا الواحد لقى صحاب، ومش اي صحاب، لا صحاب شبهه وعندهم نفس التفكير ومتقربين من بعض بشكل كبير، فحصل اندماج كده وانا مستمتع بصراحة. Hallo, wie geht's dir? Ah, gut, bitte don't see a video. Ich sehe kein Video. New hat? Ja, das ist nicht neu, das ist alt. Jetzt neuer Deutsch, okay? Yunus? Oh, Yunus, hast du neuer was? Hut. Hut auf. Hut auf. Sehr süß, ah. Machen wir
Ja. Oder gehst du gerade raus? Nee, nee. Ich werde zu Hause bleibst, ja, bleiben. Ja, ich habe den Pullover von meinem Vater an. Großen Loch. Das habe ich zu spät gesehen. So laufe ich rum. Ich wusste nicht, dass da ein Loch ist. دي بقى كانت كده مكالمة سريعة مع دومينيكو يونس بالألماني. طبعا في تحدي بقى كبير دلوقتي ان الواحد يتكلم مع يونس بالعربي في وسط كل الكلام الألماني ده. زائد التحدي الأكبر ان احنا بعيد عن بعض اليومين دولت، فمش عارفين نتكلم عربي كتير، فموضوع يعني هيبقى محتاج له تركيز شوية لما نتقابل تاني. بس الألماني دلوقتي هو التركيز الأكبر عليه، عشان بصراحة نعمل لنفسي تحدي ان انا اخلص بي اينز في اللغة الألمانية خلال 3 شهور، وده هيبقى تحدي كبير جدا جدا. إن شاء الله نكون قده، وبتشجيع بقى علي ساري في تعلم اللغة الألمانية إن شاء الله نقدر نعمل التحدي ده مع بعض. هو كان متحمس للتحدي ده أكتر مني. هنشوف النتيجة بقى بعدها تبقى عاملة إزاي، وهو بيضغط عليا شوية اليومين دولت، وربنا يعني يقوينا. ودلوقتي بقى أقعد أذاكر لي شوية ألماني قبل ما الليلة تخلص، أعمل بقى نفسي فيها طالب مجتهد. زي ما انتم سامعين كده صوت الدفاية شغال، وده معناه ان احنا جبنا غاز الحمد لله. درجة الحرارة مرة حوالي 3 الحمد لله. دلوقتي الواحد يقدر كمان يقلع البلوفر ويستمتع بليلة دافئة. درجة الحرارة الاسبوع اللي جاي كمان هتبقى ما بين 1 و -2 و -3، فجبت انبوبة بوتاجاز تانية لان انبوبة البوتاجاز ديت مش هتعمر معايا اسبوع. كمان الفترة ديت بنام على السرير اللي انتم موجودين عليه ده، شايفين المكان المحطوط فيه الكاميرا ده، السرير اللي فوق بنام فيه لان الهواء السخن بيطلع فوق، فمستخدمش الدفاية على اعلى حرارة ليها لان هستخدم الهواء اللي موجود في اعلى نقطة في الكرفان، وانام متدفي. مش عارفين بقى هل هو اصلا قرار كويس ان احنا نقعد في المدينة ديت وفي المانيا لغاية دلوقتي في الشتاء اللي داخل علينا ده. الفترة اللي جاية ان شاء الله برضو نعمل شوية مغامرات ونوريكم بقى كل الناس اللي انا اتعرفت عليها هنا في فرايبورغ. في ناس كتير قوي شوفوهم وعزمهم كلهم هنا في الكرفان. اهم حاجة توصلنا المقطع ده اكبر عدد من اللايكات، واشوفكم في فيديو جديد. شكرا دايما لدعمكم ولقفكم جنبي ولكل رسائلكم اللي بتوصلني في كل الاوقات، واسف جدا على الانقطاع اللي بيحصل من وقت للتاني، بس انا عارف ان انتم مقدرين وبحبكم والله. اشوفكم على الطريق من جديد. سلام. Walk with me. Let's leave the past behind.